السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني الناس هذو اللي راه يقول لك بلي راهم ضد هذا المشرف، هذا ضد هذا المدرب، يعني المدرب وكلي راح لأبعد نقطة. نقول لك وين يتهموه بالخيانة، مكاش اللي يتهموه بالخيانة، مكاش اللي يتهموه بالخيانة. نشوفوا ولا نتبعوا، يعني تالي اللي يقول لك اللي ما عجبته الا ما عجبتوش يروح. بصح جامي انا مش تتهموا بالخيانه كاع، نتوما يعني ديروا هذو الصوالح، هذو المؤامرات وهذو الصوالح. هو اصلا هو جاي بس يدير فوضى باش ينوض كاع كنتو قارو. انا خاطر غير شفت، انا ما نكذبش عليكم، انا شفت السيت تاع الاتحاديه قال لك المشرف يطلب بنقل التربص الى تونس. عرف باللي مشكله، بسم الله مشكله هذه، قلت انا هذه هي المشكله الاولى. ومن بعد خرجوا قال لك يلغي الندوه الصحفيه، عرف باللي مشكله. المهم غادي التربص عارف في هذا، غادي يبدا من الكات وروح من الكات حتى الكاز، يعني ماشي مشاكل، يعني داروا لي عملوا لي داروا لي عملوا لي، يعني هذا الى ربح كي يربح. بس انا نقول لكم متى غادي يدير معكم ندوه صحفيه في المطار، غادي يديرها معكم في المطار، يدير ندوه صحفيه معكم. نقول لكم انا نعطيكم في الرسمي شكاين، كيما قلت لكم غادي نهار يجي غادي يلقاوها يقول له يا دار الوطن، يقول لكم انا جيت على الوطن والوطن قبل كل شيء وفوق كل شيء. قلت لكم هذه مقرينها له باش يقولها، وقالها قالها ولا ما قالهاش؟ قالها في المطار. يعني الناس هذولا يدافعوا على مدرب، وين نقولها ونعاودها، وين اراد اهانه الجزائر بقصد او بدون قصد، بقصد او بدون قصد. حنا على بالنا بلي جاي يسعى والدار تصعب، جاب يضغط على الوزير عشان عايش في ضغط عشان الدوله هذه هي. وين حتى ضربك يعني، وين راه يعني طارف ناس، وين راه راهم يقولوا بلي راه يقول يجي ولي اقتصادي نحط الاستقاله تاعي، يجوا جماعه واحد من مره وراوا نحط الاستقاله تاعي، ودي الحاج محمد راوا حط عنتر يحيى في الشمال افريقيا تطوير كره القدم العربيه، وغادي يجي ان شاء الله بربي ولي اقتصادي ان شاء الله. ان شاء الله هي ماشيه كيما هكا، الا ما داروش ترافيك خاطر عليها كيما هكا. هذا إغيل راه يعني غير شرعي، هذه من ضرب ولا لكم، وقالوا باغيين هذه المجموعة أمام المشرف تاعكم باغي إغيل. هو ماذا بيه يقلب واحد يمشيه بالكف كيما مشى هذوك زوج ولا ثلاثة اللي جاو، مشي شاب دينامار الزاوج. بصح ديرها في راسك بلي ما غاديش تشوف معاهم الضوء. لحد الساعة لم أفهم لماذا أصر هذا المشرف على نقل معسكر المنتخب الوطني خارج الجزائر في ظل توفر بديل هام من المراكز يعني التحضيريه للمنتخبات الوطنيه بسيدي موسى، والتي تعرضت ارضيته للتلف. في الصور يعني وشاهدنا صور كثيره، يعني مركب الشهيد حملاوي بقسنطينه، وين يحتوي على 5 ملحقات تدريب وملعب رئيسي بساعة 25,000 متفرج مؤهل من طرف الكاف والفيفا، وشاد يعني جميع جودة أرضيته في لقاء شباب قسنطينة والنجم الساحلي التونسي برسم الدور التمهيدي للدور أبطال إفريقيا. وإن يحتوي المركب أيضا على مركز تحضيرات مجهزة بكل شيء من مسبح وقاعة كمال أجسام واحتضان في آخر سنة دورتين مهمتين، كأس إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا للأقل من 17 سنة. أما المقارنة ولاية قسنطينة بمدينة تونس فلا وجه للمقارنة أبدا، مع احترامي لمدينة تونسية الرائعة والتي يعني ونقولوا الناس والذين لا فرق بينهما بين سكان ولاية الطرف الحدودية، شعب واحد يعني. لكن قسنطينة ثالث أكبر مدن جزائرية، وفيها كل المرافق الضرورية من نقل ملاعب وفنادق وأمن، علامة استفهام كبيرة، من يتحكم في من، وما الذي يجري من فوضى
يعني يجري من فوضى داخل بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والذي تعفن وبلغ درجة لا تطاق. ننتظر صورة الجزائر وتضعها في مؤخرة سباق احتضان كأس إفريقيا 2025 و2027. المهم أن السلطة العليا تدخلت في وقت المناسب لمنع فضيحة نقل معسكر الخوض خارج البلاد في انتظار تحركها واستفاقاتها، يعني التي تغطي فيه. ويجب فتح تحقيق معمق والضرب بيد من حديد في حق كل من تسبب في تلف أرضية الملعب الجديد ملاعب الجديدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن بتعمد أو بتقصير يكاد يذهب استثمار الدولة للملايير الدولارات في مهاب الريح. مش غادي ندير أنا الحاجة اللي نعرفها، المهم هي هذاك المناظر. يعني هو تونسي عايش في قطر، عنده أصدقاء جزائريين، صديق تاعو هنا موسيراميكا، وكان صديق حميم تاع علي حداد وزيد، يعني وين المعلومات اللي عندنا، وهي من أجل تهريب العملة الصعبة. هذه الخسارة تاع لي ستاد كاع يعني مخدومة، باش في اكتوبر نروحو لتونس، وفي اكتوبر نديرو التربص تاعنا خارج الجزائر بالعملة الصعبة، وفي نوفمبر نديرو التربص تاعنا بالعملة الصعبة، وفي نروحو للكوت ديفوار بالعملة الصعبة. يعني كاين بزاف امور. هذه هي يعني قال لك الزعف، رغم انه يعني الملعب تاع التحضيري في سيدي موسى ما كانش مليح، بصح خويا كنت رايح دير فضيحه. وهذا القرار اللي انت ديته ولا قالوا لك ديره، ما على بالناش احنا، ما نجموش كيفاش، يعني الكل يعلم بان نتايا خدت على دارو بلي نتايا اللي قلت دايرين بلي المشرف ينقل التربص الى تونس. دايرين ها كيما مش احنا قلنا، انا عليك انا ما نذكرش اسمك، انا واحد انسان ما نذكرش اسمك، وما ذاكرين اسمك في البيان تاع الاتحاديه الجزائريه. هذه هي كيما وين كانت غيظنا شويه النهار اللي ربحنا تونس 2-0 في تونس. الغدوه ان شاء الله المكلف بالاعلام قال لهم المنتخب المشرف يفوز على المنتخب التونسي بهدفين لصفر. راكم عاقلين عليها؟ مزيا ايكابي، مزيا ايكابي، وما كانت اسم الجزائر يتبدل يولي اسم تاع مشرف جزائر، اسم تاع الجزائر غادي يتبدل. وان كان من قرر يعني وان كان يعني هذا قرر نقل تربص خارج الوطن، يعني وين يتنفى مباشره من الجزائر فضيحه كبيره. هذه كانت رايحه تصرى رغم كاع المشاكل والفوضى، ولكن ما رعناش لتلك الدرجه باش تنقل منتخب خارج الوطن لتدريبات تحضيريه لقائمين واحد ودي. يعني نقولوها ونعاودوها، يعني كنا في عشريه سوداء كنا نديرو تربص تاعنا في السجويه في الغولف، يعني عادي نورمال. كانت عشريه سوداء، اللعابه يترينو يسمعوا في الرصاص، لعابه يترينو ويسمعوا في الرصاص، مش كيما دوك طائره تجيبها، لا مسكين يجي ينزل تصفى. وانا نهضر مع تصفى قال لي الطياره تحطني في وهم، قال لي كانت النار شاعله، قال لي تحطني فيها ونقلب الطريق، وكانت الطريق دايره باش تروح من الارجي، الطريق كان دايره تشهد واو لله، تشهد ولا ما تشهد؟ هذوك الجبال تاع البليده هذوك والله لا تشهد، امالكم الناس كانت تشهد. هذه هي خويا، واش نضحكوا على روحنا ولا لا؟ نبقاو نضحكوا على روحنا ولا كيف؟ عيب بنادم يأمن كلش، تأمن تأمن تايا ولا يخرج واحد يقول لكم يديروا في مؤامرة، يعني هاد مخدومة مؤامرة تاعك، كلش كان مخدومة مؤامرة تاعك اللي تهدر عليها انت، كلش كان مخدوم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي.